بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس الثمانية من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. درس بوسعي مثلا ذو بالشهادتين. إذن العنوان الأول الشهادة ودلالتها على معاني العقيدة. الشهادة شو المعنى يس؟ ما رديض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه مفتاح الجنة وهذه مفتاح الإسلام. يعني واحد باش يدخل الإسلام لازم يشهد. ما نقدروش نقول فلان مسلم تجري عليه أحكام الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. واستنقر الفرد ينسلم سيومينات لا إله إلا محمد رسول الله. وربي سبحانه عز وجل يناد في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه هي الشهادة. انتبعوا مليح ركزوا معي. فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله ويؤمن بالله تساوي إلا الله. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سبحان الله. معناها كي نقولوا فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي تساوي لا إله. لا إله نفي ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله. إلا الله تساوي ويؤمن بالله. لا إله نفي تساوي فمن يكفر بالطاغوت. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تجي أول فكرة نبدأ بها في لقاء اليوم إن شاء الله وقدر. إذن صاحب المتن رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وقول لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. مختصر مركز معناتها يشرح لنا معنى الشهادة. الشهادة شقان، الأول لا إله إلا الله، الثاني محمد رسول الله. وجدنا في البيت الأول وننادى الشهادة يقيث مثل هي أصل الإسلام. ابن عباس رضي الله عنه وهو يشرح الآية الأولى من الآية 24 من سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى آخر الآيات. وش يقول كلمة طيبة في تفسير ابن عباس؟ قال كالمراد بها لا إله إلا الله. ولكن يصح الاستدلال بهذه الآية 24 وما بعدها في سورة من سورة إبراهيم في معرض الحديث عن القول الطيب عن الكلمة الطيبة. وقد قال ربنا في آية أخرى وقولوا للناس حسنا. ابن عباس يفسر دلاياجي 24 سورة الأنبياء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. إنك شو ذي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. ولكن تنسفي ذي الساس يكب والزيظا هي أساس كل كلمة طيبة. لذلك ابن عاشر يقول وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. دقي إذن ذكر الشهادتين. هنا جمعت الخير لابد أن نشرح مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ذلك قبل أن أشرح نروح البيت الثاني. يجمع كل هذه المعاني
لكل المعاني التي سترد كانت لذا علامة الإيمان. لا يمكن لأي إنسان يقول أنا مؤمن وهو لا يشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله. هذه مسألة مهمة، خطر ممكن واحد آخر يؤمن بعقيدة باطلة ويقول كان مؤمن كما أنت كما إحنا مؤمنين، نحب الخير ونساعد الفقراء والمساكين ونحب البيئة ونرعى حقوق الإنسان، إحنا مؤمنين. ولكن المسألة محسومة، لا يمكن للإنسان أن يدعي الإيمان كما أراده ربنا إلا بإعلان التوحيد، خطر هي الأساس. وقد ذكر الله وقد قال الله عز وجل في سورة الأنبياء في الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نفهم بلي عقيدة التوحيد هي العقيدة التي جاء بها النبيون والمرسلون. لا يقوم الإسلام في سورة الأنبياء الآية 30 الآية 25 ربي إن دين في صلاة الاسم ذي القرآن يقيم شقعا إذ شقعا قفلي أكن ملال نغسن بشدينين ربي إيون، هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. اتفقنا؟ إذن يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. وبعدين واش يقول؟ وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفز بالذخر. واش يقول؟ إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. الحديث صحيح أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي وغيرهما، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ربي سبحانه عز وجل ينادي القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث قدس الجليل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل توبتي لا أقنطهم من رحمتي إلى آخره. المعنى ربي سبحانه أمرنا بالذكر باش نذكر ربي، أنذكر ربي ولا نغفلنا. وينادى ربي في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين، خطر كاين الإنسان اللي يكون غافل ما يذكرش ربي، يذكر ربي غير في الجنازة كي يروح يدفنوا الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا في زنزلة. هذه ولا لا لازم، ما كاش كيفاه زلزلة تضرب كما قلت لكم المره اللي فاتت سورتو اذا كان خاصه كان في سيزيام ايطاج، يا حسره يبدا يذكر ربي حتى يهبط لبرا بعدين ولكن ربي قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله، حديث صحيح اخرجه الامام الترمذي والامام ابن ماجه وغيرهما. افضل الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى الوان الذكر الاخرى، كلمتان حبيبتان محبوبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر ربي سبحانه سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا يعني ألوانا من الذكر، وفي كل حال نذكر الله عز وجل ولا نكن من الغافلين كما قال ربنا في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. الله يبارك. لذلك وقال وهي أفضل وجوه الذكر، يعني ابن عاشر ترجم ذلك الحديث ذكرناه أفضل الذكر لا إله إلا الله، وجب في هذا البيت الشعري في هذا المتن وهي أفضل وجوه الذكر، وبعدين فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر. الذخر معنى ذخيرة، معناه الزاد الذي ينفعك في أخراك، ينفعك في دار القرار، في رحلة الخلود،
كلنا عندنا رحلات، واحد يروح للوهران رحلة، يروح للسعودية رحلة، يروح للبجاية رحلة، وين يروح رحلة رحلة، ولكن الرحلة الكبرى رحلة الخلود ذهاب بلا عودة بلا رجوع هي رحلتنا من دار الدنيا، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار العبور إلى دار القرار. صافي أنروح من روح ذا شنف نذينا ذا عوين أعوين مدينة تفوز بالذخري ما عندها أعوين أرغن فعن ذي لخرف ذي قخام القرار ما دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كلاهما عندها مقتضيات، لا إله إلا الله عندها أربع مقتضيات، محمد رسول الله عندها ثلاث مقتضيات، المجموعة سبعة سنشرحها الآن. لذلك كملنا الآن ثلاث أبيات الأولى، نروح نبدأ في مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا ربنا قال في القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أساس، معناه إعلان الشهادتين يكون مسبوقا بعلم. مع انتهي المدين لا إله إلا الله سقول يصفان زديا أذيلي سنية استموسني يعقل ذا شو دي قاري يفهم شو دي النام. معناتها مدي لا إله نفي، إلا الله إثبات. ذكرنا الآية في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات، وهذه الآية تساوي لا إله إلا الله. اتفقنا ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله. وربي قال أيضا في القرآن الكريم في سورة يوسف الآية 81 وما شهدنا إلا بما علمنا، طبعا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بالشهادة تكون بعلم مسبق. وحتى في أمور الشهادة نتاع العقود وكذا واحد ما يشهدش على حاجة وما شافش، ما كانش حاضر، كان خلاف كان نزاع كان عقد من العقود، يجي واحد يقول لك نشهد، تقول له كنت حاضر، يقول لك لا انا، يقول لك كيف صافي هذا شهادة الزور، هذا لازم اللي يشهد لازم يعرف، يقول اشهدوا. لذلك كاين شهود الزور، كاين شهادة الزور وهي حرام. لما شهادة الزور تخفي الحقيقة وتقوي، تخفي الحق وتقوي الباطل، كيسفوا ذي الباطل ثم فيذت خطر شهادة الزور. وما شهدنا إلا بما علمنا، لذلك الشهادة تقتضي العلم. وهناك تقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه أقول ذلك بعلم مسبق، وقد قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله إلى آخر الآية. الآن نبدأ في مقتضيات لا إله إلا الله وبعدين مقتضيات محمد رسول الله، يعني نلخصها في سبعة المجموع. بالنسبة لا إله إلا الله سعى أربع مقتضيات. المقتضى الأول صرف العبادة لله وحده، بمعنى لا نعبد إلا الله وهو الذي يستحق العبادة بحق، ولا بد أن نصرف العبادة عن من سواه. وهذا الكلام ترجمة لقوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، فلوحظ ما دينظ إياك نعبد ذي سورة الفاتحة ما عندها سوى ربي أنا نساكن ولا شوية ظنون ماشي المعنى يسيز مريون ذي عبد ربي شغل شركة بورسنتاج ربي نعبدوك 30% والاخر 20 والاخر 15 17 حتى توصل شركة مساهمة، لا هذا امر مرفوض في العقيدة. لازم تكون العقيدة صافية سليمة موجهة الى الله، الى الله وحده، الى الله وحده، بمعنى والله هو الذي يستحقها. خطر هناك أناس يعبدون غير الله ولكن عبادة باطلة،
لماذا؟ لأن العابد أخطأ والمعبود باطل لا يستحق العبادة. ما كاينش معناها ما تمشيش. ولكن الذي يعبد الله العابد على حق لأنه يعبد الإله الحق. ثريث مثلا ما كنتش فاهم داك الشيء اللي نحكي درسني عدل عندو قال لك يعبدن ويعبدك ويعبد زرو ويعبد زكور عبدة الأوثان عبدة الأصنام قال عبد النصرة الصابئة عبدة الكواكب المجوس عبدة النار الهندوس عبدة البقر الذين يؤمنون بالتثليث كل هذا الأمر أشرنا إليه فيما سبق كلها عقائد باطلة وقاذكم يعرقوا فريد يعرق اسمه فريد يغلى عبد ذنوي ضربين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صافي أفريد نسلاما وثكين داما ذوين يغدينا ربي يغدي وران في صلى الله عليه وسلم إكفاوان دايا. إذن مقتضيات لا إله إلا الله، المقتضى الأول صرف العبادة لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، والله هو الذي يستحق العبادة بحق فقط، ولا بد أن نصرف العبادة عن غير الله، بمعنى لا يجوز أن نصرف العبادة عن غير الله، معنى لا بد أن تصرف العبادة إلى الله وحده لا شريك له. هذا المقتضى الأول. المقتضى طبعا هذا يترجمه تترجمه الآية القرآنية وآيات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو هذه الآية التي تؤكد ما ذكر. المقتضى الثاني الاستعانة بالله وحده، نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الاستغاثة والاستعانة بالله وحده فقط، وهذا يؤدي إلى حسن التوكل على الله. مادام إياك نستعين بعد إياك نعبد تسد إياك نستعين، خطر الذين يستعينون الله كثيرون، الذين يعبدون الله أقل من الذين يستعينون، باش ما نوقعش في معادلة رياضية ولكن ما أقوله بيقين. نعم، الذين يطلبون المعونة من الله بزاف، والذين يعبدونه قليل. قلت لكم مرة اللي فاتت تلقى واحد بالك سارقة يروح يسرق يقول يا ربي استرني، يروح يدير رشوة يقول يا ربي استرني، إن شاء الله برك لي بي هذون ما داروا لهمش في الفوتوكوبي ولا لا لا هي ان شاء الله ما كانش كاميرا شحال يتحكموا بالكاميرا. سبحان الله، كاين اللي يخافوا الكاميرا نتاع بنادم وما يخافش الكاميرا نتاع ربي ولا لا لا. المقتضى إذن الثاني الاستعانة بالله وحده. إذن وقد قال ربنا في سورة الفاتحة وإياك نستعين، ولكن وإياك نستعين مسبوقة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يقتضي التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني يون مرديني أربي ذي الشيع فذغ أربي ذي الشيع السثر أي تايونظ، المعنى يسا ربي فلك أتسخلغ فربي أتسخلغ. المقتضى الثالث التحليل والتحريم من الله، هذه مسألة مهمة جدا، معناه الحلال ذي الحرام ويثدي في قند ربي، ماشي ذم ذن أرى يستحل لنا غادي يحرم، لا لا ذا ربي سبحانه أرى دين وذي الحلال وذي الحرام، أي دين ربي ذي الحرام ذي الحرام هذا يقيم إلى يوم الدين، أي دين ربي ذي الحلال ذي يقيم ذي الحلال إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادى الحلال بين والحرام بين، إلى نهاية الحديث الحلال بين
والحرام بين. إذن ربي سبحانه قال في القرآن: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك الآية 14. مش نقصد بهذا، هذا عنده أيضا ثمرات. معنى التشريع من الله، كي نقول من الله بالوحيين، إما قرآنا أو سنة، إما في القرآن أو في السنة. ربي قال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شريعة. والتحليل والتحريم، ضرك نأتي إلى دنيا التشريع. هل التشريعات التي تحكم المسلمين كلها من الله ومن رسوله؟ الجواب لا. هناك تشريعات في قوانين المسلمين صادرة من الشرع الإسلامي الحنيف، هناك قوانين مخالفة لشريعة الله. القوانين حكمنا كوين سلمة ماشي الشرع، لانت القوانين يسعنا ضرر الشرايف، لانت القوانين يخلفن الشرايف. تكفي هذه المعلومة، تكفي في جميع المجالات، في المجال التجاري، المجال الاقتصادي المالي، في المجال مجال النظام العقابي في العقوبات، في المسائل المدنية، في المسائل التجارية كما قلنا، في المسائل الاقتصادية المالية، في جميع مجالات الحياة هناك تشريعات موافقة للشريعة، هناك تشريعات مخالفة للشريعة. ولكن كي نقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، هذه من مقتضيات، المقتضى الثالث التحليل والتحريم من الله. وربي سبحانه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لماذا أتيت بهذه الآية؟ باش نقول لإخواني الكرام بل الذي يعلم هذا المخلوق هو الذي يحسن التشريع له. هذا ما كان الشيخ الزنداني الله يذكره بالخير من روائعه من زمان، قال لك اللي صنع صناعة معينة، آلة من الآلات، يرفقها بدليل كتالوج نتاع التحريك نتاع السير نتاعو نتاع باش يمشي باش يخدم نتاع التفعيل نتاعو عادي، يولي خمسة ماشين تزيد فيها كتالوج. كيني نسيتي خدمان نسيتي سنان اشيني استخدميت بهذه الطريقة. ولكن هو ربي سبحانه ولله المثل الأعلى، هو الذي خلقنا. ربي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك التشريعات الربانية موافقة لفطرة الإنسان، هذه مسألة مهمة، موافقة لفطرة الإنسان. إذن المقتضى الثالث التحليل والتحريم من الله. وطبعا هذا ممكن تراجعوا سورة النساء الآية 82، ممكن تراجعوا سورة الشورى الآية 21، ممكن تراجعوا سورة يوسف الآية 59، يعني هي كلها آيات هذه راهي موجودة، موجودة هنا، راهي موجودة عندكم، رجعوها وتلقاو هذا الكلام كله هناك. المقتضى الرابع محبة الله ومحبة ما أحبه الله. كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناتها راك آمنت به بعلم مسبق لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. زيد ذكرنا مقتضيات، ثم أن هذا الله تحبه. ما دير لا إله إلا الله، ما تحملوا ربي إذا قد تحملوا. من أسباب تحقيق هذه المحبة النظر في نعمه التي لا تعد ولا تحصى. لو كان واحد يعطي لك نعمة صغيرة برك تحبه، ولا لا لا، راح لك بورتاج ولقاه واحد يجيبه لك يقول لك هاو البورتاج نتاعك، واش تقول له؟ وتقرر تخريط خاطر صار تخريط خليلي تخريط تفرد لي بورتابل، تحمد ربي وتقول يعطيك الصحة بارك الله فيك وسأدعو لك في السجود في صلاة العشاء، عطاك غير بورتابل برك ردوا لك
ولكن ربي سبحانه أوجدك من العدم، الإيجاد من العدم نعمة، نعمة الإسلام عظيمة جدا، نعمة الفهم بعد نعمة الإسلام كما يقول ابن القيم، أنعم الله علينا عز وجل نعما كثيرة، من هذه النعم نعمة الإسلام وهي أعظم نعمة، بعد مباشرة تأتي نعمة الفهم، ثم استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان، زيد نعمة الصحة، نعمة نعمة نعمة، كل هذه النعم لهنا نعم. الروح التي تغيب عنا يوميا، كي نرقدوا ونوضوا، رقدنا قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، معنى ممكن كاين اللي رقدوا وكملوا، شحال يقتصن كمل ينغص، هاي السكر الصباح لما نثبت فافيس، معناتها يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الجليل الجميل كيف نذكر الله عز وجل، وفي الوقت نفسه كيف نتذكر الآخرة، نتذكر الموت، خاطر نحن نورمال عادي شغل نرقدوا نوضوا، مي شكون قال لنا ما عندنا حتى يقين، يوم دينا غير السورية ديك راسك صباح، مدي حضرة نطص أدني دعائي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن مسكت نفسي فاغفر لها، ربي عفو ياس، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. إذن ما شاء الله أرقد أصبح كي تنوض كل شيء يرجع، رجعت الروح نتاعك، أقل حاجة تقول ربي الحمد لله اللي رجع للروح، الحمد لله اللي رد علي روحي، روحي وعافاني في جسدي، زيد وأذن لي بذكره، وفضل وفهمنا وتحدثنا قبل حين عن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جماعة الخير علاش قلت هالكلام؟ معناتها كي ننظر في نعم الله عز وجل، في نعم المنعم، النعم تزرع المحبة في قلوبنا للمنعم، ولا يجوز أن نرفل في النعم ولا نتذكر المنعم جل جلاله. ربي في كي يغدر الخير ضم قران أثنحمد وأثنشكر وأثنحمل، إذن محبة الله ومحبة ما أحبه الله. واش يحب ربي؟ يحب الأنبياء والرسل نتاعو، يحبهم، لازم نحبوهم قاع قاع بلا استثناء. يحب الملائكة نحبوهم، واش يحب؟ يحب الخير نحب الخير، وهذا هو. وكي تقرأ في آية كثيرة وإن الله يحب المتقين، صافي مادام يحب المتقين لازم يقول لك نحب الصفة والموصوفة في زوج، نحب الصفة ونحب الموصوف، نحب الصفة معنى التقوى، اللي عنده صفة التقوى نحب التقوى حاجة مليحة، ونحب الموصوف معنى الذي اتصف بالتقوى، ما كاينش منها واحد متقي ما تحبوش، اللي ما يحبش المتقين يراجع، كاين لازم تكون مراجعة، كاين خلل ولا لا لا، يا اخي تشوفوا طابلو دبور الطوموبيل، طابلو الطوموبيل كي سينا لي طابلو دبور روج معناتها كاين مشكلة، صافي حنايا عندنا سكانير نتاع القرآن والسنة يورينا كلش، دير هك تقول فلاني متقي يخاف ربي ما شاء الله، لازم نحبه، إذا كما نحبوش معناتها لازم ندير مراجعة، خطر التقوى حاجة كبيرة بزاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآيات كثيرة. إن الله يحب المحسنين، ربي اللي قالك، إذن نحب الصفة والموصوف، نحب الإحسان ولازم نحب المحسنين، ربي يحمل الإحسان وإذا غي يحمل وقال يخدم من الإحسان صافي حملي ثني لقاس الحمل، ماذا من الله يحبه صافي ما يحب الله نحبه، إذا ربي سبحانه ينادي
إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله صفة جميلة، لتوكل على ربي، ولتوكل على ربي اسم نحبوه. ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم قال: من وجد الله فماذا فقد؟ وقال في حكمة أخرى: إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك، إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء. الحكمة الثانية نتاعو: إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك. هذه هي الحكمة نتاعو. لذلك يا جماعة الخير، ربي قال إن الله يحب المتوكلين. صافي كي تشوف واحد متوكل على ربي تحبه، والتوكل على الله أيضا يستحق المحبة. وربي قال أيضا في أخرى: إن الله يحب المقسطين. شكون هم المقسطون؟ هم العادلون اللي يعدلوا، ولا تحبوا ولا ما تحبوش. كي تشوف قاضي عادل وتحبوا ولا لا لا، ديجا العدل يستحق الحب المحبة العدل. ومثوى غيون يطبق الحق العدل تحمله يقينا، ما كاش كيف تحمل ضرر، ما عدا من يصدق عليه قول الحكيم: يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. كاين صنف يحب العدالة إذا كان مظلوما، ويبغضها إذا كان ظالما، بل يعمل ويسعى لتكريس الظلم. ما يتظلم يحمل العدل، ما تنسيض الطالب يزمر دي خدمك وشو يزمر باش الباطل الناس يفكفوذ. لذلك ربنا إن الله يحب المقسطين. صافي لازم نحب العدل باش الناس تحب عمر بن الخطاب بعدله واشتهر به عمر الفاروق، حتى أن الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. إن ياش فذر ثلاثة عمر الخطاب ذكر السيد، خطر ما تيد فذرم أتحملم وادمشتم أدمشتم العدل، ما ثمشتم العدل دمشتم ربي، ورب سبحانه هو الحكم العدل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، والآيات كثيرة في هذا الباب. بل هو يأمرنا بالعدل كما في سورة النحل الآية 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والله يحب المطهرين، أيضا حب الطهارة ونحب المطهرين إلى آخره. سبحان الله، تعرفوا حكاية أبي بكر الصديق كي قال نزل ربي سبحانه في حقه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه بعد حادثة الإفك، والقصة معروفة. في المقابل: إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المسرفين. صافي، إن الله يحب، إن الله لا يحب. صافي، أن نحب ما أحبه الله. الله يبارك لك. فهمنا المقتضى الرابع، انتهى. درك روحوا المقتضيات، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الأربع مقتضيات الأولى يعني مقتضيات لا إله إلا الله، الآن مقتضيات محمد رسول الله. ثلاثة: تمزيل طاعة أوامره. رب سبحانه يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنظر الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضى الثاني: تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبرنا به، في كل ما بلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أين كغدينا؟ ماشي كان ثلاثيات من أين ثلاثيات؟ أنا من غلا حمينا يغدي لنعيم القبر، أنا من إلى عذاب القبر، أنا من ثلاث جهنم، أنا من ثلاث جنة، أنا من غسل ولا را
ولكن ربي غادي يخبرنا، النبي عليه الصلاه والسلام غادي يخبرنا. المقتضى الثالث عباده الله بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. انا عبد ربك يرضي لنا النبي صلى الله عليه وسلم يرضي لنا صلوا كما رايتموني اصلي، كما رايتموني اصلي، الزال ثم كيف ولا مزال، خذوا عني مناسككم. وثبت في الصحيحين عن امنا عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا ما ليس منه، في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه. هذا الكلام كله على لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم نروح الان تطبيقات نتائج وثمرات لا اله الا الله محمد رسول الله. فصل وطاعه الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الاسلام الرفيع. إذا ما معنى الإسلام هو هذا، أنت قلت يا محمد رسول الله دخلت الإسلام تجري عليك أحكام الإسلام، إذن لازم طاعة الجوارح كلها، القلوب والجوارح، القلوب تتوكل والجوارح تعمل كما قال شيخنا الشيخ شعراوي رحمه الله. معناه لازم الجوارح تطيع تدخل في الطاعة نتاع ربي ونبي، هذا ما كان قولا وفعلا، قولا وفعلا، نقار الزر تلقى نزال، قد نقر صدق تلقى قد نصدق، قد نقر عشرة قد نعشر، وهكذا. هو الإسلام الرفيع، الله أكبر، اختارت حتى هذه العبارة اللطيفة، الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، خمسة تركيزين الإسلام، وهي الشهادتان شرط الباقيات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، بمعنى وهي الشهادتان هو الركن الأول، شرط الباقيات معناتها التي الأربعة الباقية، معنى هذه كلها تدخل في لا إله إلا محمد رسول الله. كي تصلي تصلي لربي، كي تصوم تصوم لربي، كي تزكي لربي، كي تحج لربي، هذه هي شرط الباقيات. معناتها أما اللي يصلي بلا ما يمن بربي سبحانه لا معنى للصلاة، يعشر ويصدق بلا ما يمن بربي لا معنى، كلها لا معنى. صحيح عنده جزاؤه هو، لا الله أعلم، وهو العادل يقينا، ربي سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، ولكن باش يقول كما ينال الأجر كما ينال المسلم الحق لا، لا يمكن. قال إذن ثم الصلاة والزكاة في القطع، يعني الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة أختان شقيقتان وردتا في 27 آية في الكتاب العزيز باقتران، باقتران أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما في سورة البقرة الآية 110، أكيد 27 مرة. والزكاة ذكرت في القرآن 30 مرة، 8 في مكة 22 في المدينة و27 مقترنات القرآن لكي يعني الصلاة والزكاة. لذلك أبو بكر الصديق كي قال لو كان ما نحارب اللي منعوا بين اللي فرقوا بين الزكاة والصلاة، وما نطولش لأن الوقت عيشة قريب. إذا ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع، اللي من استطاع اليه سبيلا. طبعا بغيك الفار سبحانه اكثر من الزمر في النار. وبعدين الايمان جزم بالاله والكتب، جزم الايمان يا جماعه الخير. قلنا لكم فيما سبق ان النيه من مقاصدها الجزم، الحزم، القطع، اليقين، ومن مقاصدها التمييز. الظهر مع العصر اربع ركعات، اربع ركعات، كيفاش تفرق بيناتهم؟ بالنيه، مفهوم. وتجزم معنى الايمان ما يلزمش فيها الشك، ابيبري ما كانش فيها ابيبري، لازم بيقين فاعلم انه لا اله الا الله. والسلام عليكم ورحمه الله.